السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عندنا قصة جميلة جدا عن أول امرأة تحصل على جائزة نوبل. مش بس كده، دي أول امرأة تحصل على جائزة نوبل مرتين في مجالين مختلفين، الفيزياء والكيمياء. النهاردة هنتكلم عن ماري كوري. لو حابب تسمع القصة من فضلك اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى نسمع القصة من أولها. بطلة قصتنا ماري كوري اتولدت سنة 1867 في وارسو عاصمة بولندا تحت اسم ماريا سكاودوسكا. الأسرة كانت مكونة من 5 أطفال، ماريا كانت الطفل رقم 5، وباباها كان بيشتغل مدرس ثانوي للفيزياء والرياضيات، والأم كانت مديرة مدرسة لكنها كانت بتعاني من مرض السل اللي ما كانش ليه علاج في وقتها، وكانت الأم يعني بتتجنب ان هي تقرب من ولادها علشان تحافظ على صحتهم وانهم ما ياخدوش المرض منها. ماريا كانت طالبة متفوقة جدا دراسيا، لكنها واجهت مشكلتين رئيسيتين في حياتها في الفترة دي. رقم واحد، أسرتها ماديا كانت ضعيفة جدا، يعني كان بيواجهوا مشاكل مادية، وده خلى أفراد الأسرة اللي هم تحديدا يعتبروا أطفال في وقتها بعد ما يخلصوا المدرسة بتاعتهم إنهم مضطرين إنهم يشتغلوا، ممكن يشتغلوا في البيوت، ممكن يدوا دروس للأطفال بمقابل مادي، المهم إنهم يعملوا شغل علشان يدعموا أسرتهم ماديا. المشكلة الثانية إن في الوقت ده بولندا وأغلب الدول الأوروبية كانت بتمنع البنات إنهم يدخلوا الجامعة، خصوصا الكليات العلمية. يعني على سبيل المثال، ماريا طلعت الأولى على في المدرسة الثانوي في بولندا، لكن ما كانش فيه فرصة إن هي تدخل الجامعة في بولندا وتتعلم أي تدخل أي كلية علمية، فكان الحل الوحيد إن هي تذهب إلى دولة من الدول اللي بتسمح بتعليم البنات في الجامعة في الكليات العلمية، وعملت خطة مع أختها الأكبر منها إنهم يروحوا إلى عاصمة النور في وقتها باريس في فرنسا اللي كانت بتسمح بتعليم البنات في وقتها. الاتفاق اللي كان ما بين البنتين إن البنت الكبيرة هتروح فرنسا وهتدرس في جامعة باريس، والبنت الصغيرة اللي هي ماريا بطلة قصتنا هتفضل في بولندا تشتغل. يعني هي فضلت حوالي 6 سنين بعد ما خلصت الثانوية العامة لحد ما بقى سنها 24 سنة. 6 سنين بتشتغل علشان تحوش فلوس علشان تدعم أختها اللي بتدرس في فرنسا، وفي نفس الوقت تحوش فلوس لنفسها علشان يعني لما تيجي الظروف تسمح هي كمان تروح فرنسا وتبدأ دراستها. بعد 6 سنين الأخت الكبيرة خلصت الدراسة بتاعتها واتجوزت وبقت أمورها مستقرة في فرنسا، وبدأت يعني قدمت دعوة لأختها الأصغر إن هي تيجي تبدأ دراستها في فرنسا. ماريا راحت لتدرس في الجامعة الفرنسية العريقة، جامعة السوربون. ماريا كان عندها مشكلة كبيرة جدا إن هي لا تجيد اللغة الفرنسية، وكان يعني عندها مشكلة في التحصيل الدراسي. رغم كل المشاكل دي ماريا طلعت الأولى على المجموعة بتاعتها وأخذت درجة الماجستير في الفيزياء سنة 1893، لدرجة أن الجامعة عرضت عليها أن هي تبدأ درجة جديدة في الرياضيات، وكمان أخذت يعني زي منحة أن هي تعمل شغل لأحد الشركات الفرنسية وتعمل لهم دراسة عن الصفات المغناطيسية لبعض أنواع الحديد. فرئيسها في الجامعة اقترح عليها ان هي تروح تشتغل في معمل مع أستاذ في الفيزياء اسمه بيير كوري، وانه ممكن بيير يديها مساحة صغيرة في المعمل بتاعه علشان تعمل شغلها اللي هو عن المغناطيسية. فالبنت راحت ومش بس نجحت ان هي تاخد مكان صغير في المعمل، دي نجحت ان هي تاخد قلب صاحب المعمل نفسه، و
بيير وقع في حبها من أول نظرة، هي كمان حبته، هي كانت يعني في وقتها في أواخر العشرينيات وبيير كان عنده حوالي 35 سنة، يعني سنهم مناسب لبعض. المشكلة الكبيرة إن هي الخطة بتاعتها إن هي كانت تاخد درجة في الفيزياء أو في الرياضيات من جامعة السوربون وبعد كده ترجع تشتغل في بولندا. فطبعا لما هتتجوز بيير اللي هو عرض عليها الجواز معناها ان هي هتقيم في فرنسا يعني طول حياتها، وهي باباها كان مسن لان مامتها كمان كانت توفت بمرض السل يعني من فترة مش طويلة. فهي قالت لبيير ان هي مش هتقدر يعني تقبل يعني هي بتحبه وكل حاجة بس هي خططها في حياتها مختلفة وان هي لازم ترجع بولندا. فبعد ما خلصت درجة الماجستير الثانية في الرياضيات رجعت لبولندا، لكن بعد فترة يعني بسيطة ما قدرتش تكمل في بولندا وحست ان هي فعلا مكانها في فرنسا. بعتت لبيير قالت له يعني الظاهر ان القدر مش هيدينا فرصة ان احنا نبعد عن بعض وأنا قررت إن أنا أرجع فرنسا تاني. ماريا رجعت فرنسا، ونسيت أقول لكم إن ماريا بمجرد إن هي وصلت فرنسا اسمها اتحول للاسم الفرنسي لماريا بقى ماري. فرجعت فرنسا واتجوزت بيير سنة 1895 وبعدها بسنة خلفت أول بنت إيرين، وبالمناسبة إيرين هي كمان حصلت على جائزة نوبل في الفيزياء هي وجوزها بعدين. ففي الفترة دي يعني كانت ماري بتدور على موضوع لرسالة الدكتوراه بتاعتها، وما كانش في أي بنت في أوروبا في الوقت ده أخذت درجة الدكتوراه في العلوم في أوروبا. فماري كانت أول بنت تاخد درجة الدكتوراه، فهي كانت بتدور على موضوع، وفي وقتها كان اكتشفوا حديثا موضوع الإكس راي، والإكس راي فيه ناس كتير جدا بدأت تشتغل عليه، فهي حست ان هيكون في منافسة قوية وان هي مش هتلحق تعمل اي اكتشافات او اي اختراعات لان كل الناس او يعني علماء كتير جدا بيشتغلوا على الاكس راي. بس سمعت ان في عالم فرنسي مشهور اسمه اونري بكريل بيشتغل على حاجة مشابهة وهي الاشعاع اللي بيحصل من اليورانيوم. طبعا كان موضوع جديد وموضوع مهم، وهي حست ان المنافسة هتكون يعني قليلة وان ده موضوع انسب لرسالة الدكتوراه، لان في رسالة الدكتوراه بنحاول ان احنا نقدم اكتشافات جديدة او اختراعات جديدة علشان نحصل على الدرجة العلمية. فبدأت تشتغل على اليورانيوم ولاحظت ان الخامة اللي بيجيبوا منها اليورانيوم، يعني بدأت تشتغل على خامة اسمها بيتش بلند، ولاحظت ان في الخامة دي فيه إشعاع أكتر بكتير من اللي ممكن يحصل من اليورانيوم أو الثوريوم اللي هو كان معروف صفاتهم الإشعاعية في الفترة دي. ومع كتير من الشغل والمجهود اكتشفت عنصر مشع جديد ما كانش حد يعرفه خالص، وطبعا لما حاولت تديله اسم فكرت هي وجوزها اختارت اسم بلدها إن هي تخلد اسم بلدها بولندا وسمته عنصر البولونيوم. بعدها بمدة بسيطة اكتشفت عنصر تاني أكثر إشعاعاً وهو عنصر الراديوم، وطبعاً راديوم جاية من يعني راديوم ده الاسم اللاتيني لكلمة راي أو كلمة يعني معناها حاجة إشعاع أو حاجة مشعة. سنة 1903 ماري كوري حصلت على درجة الدكتوراه وكانت أول فتاة أوروبية تحصل على درجة الدكتوراه في العلوم. في نفس السنة جوزها بيير كوري وأونري بكريل الاثنين اترشحوا لجائزة نوبل للفيزياء سنة 1903. بيير كوري بعت نوع من الاعتراض للهيئة اللي بتمنح جائزة نوبل، قال لهم انتوا بتدوني الجائزة على شغل في الأساس هو مش شغلي، الشغل ده شغل ماري وأنا بس كنت بساعدها. يعني عشان يحلوا الموقف اترشح الثلاثة لجائزة نوبل، وحصل الثلاثة على جائزة نوبل، بيير كوري، ماري كوري، وكمان أونري بكريل، وده كان سنة 1903. سنة 1906 بدأت الأحداث الحزينة تحصل في قصتنا. في يوم مطر جدا بيير بيحاول يعدي الشارع وكان في عربية بيجرها إحصنة، والعربية ضخمة وبيير يعني اتزحلق في الشارع والعربية خبطته ومات في لحظتها. بيير في الوقت ده كان أستاذ في جامعة السوربون العريقة، و
بعدها بفترة صغيرة إدارة الجامعة فكرت مين ممكن يعني يحل محل بيير في المنصب بتاعه، فعرضت المنصب على زوجته ماري كوري. ماري طبعا وافقت كنوع من العرفان لجوزها، وكانت دايما بتفكر ان جوزها يعني عمره ما كان عنده معمل كبير يعني شايل اسمه من غير ما يكون في مشاكل مادية وكده، ففكرت ان هي في جامعة السوربو ان هي تعمل زي يعني معهد كبير لعلوم الاشعاع وتسميه باسم جوزها كنوع من تخليد لذكرى. سنة 1911 ماري كوري تحصل على جائزة نوبل للمرة الثانية، بس المرة دي في الكيمياء، وده كان عرفان لاكتشافها العظيم لعنصر البولونيوم وعنصر الراديوم. هي قدرت ان هي يعني تستخلص العنصرين بشكل يعني كبير يعني في عينة نقية، وده اللي كان مزعل الكيميائيين يعني من فترة، ان هي الاكتشاف بتاعها ان هي اكتشفت بتقول ان في عنصر اسمه الراديوم وعنصر اسمه البولونيوم، بس هي ما كانتش قدرت تستخلصهم يعني بنسبة كبيرة في الفترة الاولانية اللي هي يدوب كانت بعد ما اكتشفت العنصرين. بس هي بعد كده وصلت ابحاثها وقدرت ان هي تركز العنصرين ويبقى عندها عينة نقية من عنصر البولونيوم المشع وعنصر الراديوم المشع. في 1911 فازت بجائزة نوبل للكيمياء. لما قامت الحرب العالمية الأولى وفرنسا كانت يعني ضمن الدول اللي دخلت الحرب العالمية الأولى، الحكومة الفرنسية كانت بتدعو الشعب الفرنسي للتبرع لصالح المجهود الحربي بالفلوس وكمان بالذهب. فماري كوري عملت حاجة لطيفة جدا، قالت لهم أنا عندي ميداليتين ذهب أنا مش عايزاهم، دول الميداليتين بتوع نوبل اللي كانت أخذتهم. كانت عايزة تدلهم الميداليتين بتوع نوبل علشان يسيحوهم والدولة تستخدمهم، فطبعا الحكومة الفرنسية رفضت، فقالت لهم خلاص يعني أنا هتبرع بالفلوس بتاعة جائزة نوبل اللي أنا أخذتها لصالح المجهود الحربي. كان واضح جدا أن هي بتحب فرنسا جدا، وكان واضح جدا أن هي بتحب بولندا جدا. سنة 1934 ماري كوري ماتت بمرض سرطان الدم. طبعا معروف دلوقتي ان السبب الرئيسي في ان هي كان عندها سرطان الدم هو تعرضها الدائم للمواد المشعة. ماري كوري مثال لامرأة عبقرية، قصتها انا شخصيا بهديها لكل واحد في العالم العربي بيعتقد ان البنت او الست مكانها بس هو المطبخ، وإن عقل المرأة عموماً مهما بلغ من عبقرية فهو عمره ما هيوصل إن يكون زي عقل الراجل. أحب أقول للناس دي يعني يا ريت تشوفوا قصة ماري كوري وتقروا عنها وتعرفوا إن ربنا خلق العقول يعني في عباقرة رجالة وفي عباقرة سيدات، بس كل واحد اللي بيشتغل على موهبته وبيحاول ينميها ربنا بيكرمه وبيقدر إن هو يغير العالم. اللي بيدفن موهبته ربنا يعوض عليه. شكرا جزيلا.